جولة جديدة لولد الشيخ، لكنها كما يرى مراقبون مراوحة في ذات دائرة المفرغة من الإنجاز التي يراوح فيها ولد الشيخ منذ توليه للملف اليمني. الجديد في التحرك الأخير أنه جاء بتوجيه من اللجنة الرباعية عقب اجتماعها الأخير في برلين، التي جددت هي الأخرى من خلاله تكوينها بإضافة سلطنة عمان كعضو خامس إلى اللجنة. المرجح حتى الآن أن الجولة الجديدة ستشمل الرياض ومسقط بالإضافة إلى عدن وصنعاء. وتأتي مساعي ولد الشيخ بعد امتناع الميليشيا عن الالتقاء به في صنعاء وإرسالها طلبا للأمين العام الجديد للأمم المتحدة بتغييره، لأنه لم يعد محايدا حد وصف الميليشيا. وما بين تعنت الميليشيا ورفضها لعشرات المبادرات والاقتراحات التي طرحها ولد الشيخ منذ بداية عمله ومحاولات الأطراف الدولية إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية الصلب، يحاول المبعوث الأممي أن يماهد لتحرك حاسم من خلال لقاءاته المرتقبة سالفة الذكر. ليبقى السؤال المتجدد دوما، هل سينجح المبعوث الأممي هذه المرة في إحداث الإنجاز والتغلب على تعنت الميليشيا وتصلب مواقفها تجاه السلام في اليمن؟ أم أن هذا التحرك سيضاف إلى سابقيه التي كبرت فيها الوعود والآمال وغابت عنها النتائج؟